كلنا نلاقي الموت في يوم من الأيام، كلنا نلاقي الموت في يوم من الأيام، فكيف أقولها وأقول لنفسي كيف تريدون، كيف تريدون أن تلاقوا ربكم؟ أتريدون أن تلاقوا راض عليكم أم هل أقولها ماذا تريدون؟ كيف تريدون أن تلاقوا ربكم؟ هل ترضون على أنفسكم؟ أن تلاقوا حاشا حاشا لله، لست قادر أن أقولها بسهولة. كيف تريدون ربكم أن ترونه وهو غاضب عليكم؟ حاشا لله، لا نريد غضب الله علينا، نحن المساكين دون رضاه. الله يرضى عنا، ارضى عنا يا رب، احمنا، ارضى عنا يا رب، يا ربي سامح، اعذر، احمي عبادك.
احمي عبدك يا ربي، احمينا يا الله، أنت لطيف لن تضيعنا في الظلمات، لن ترمينا في النار، أنت لطيف يا رب، ابعد عنا الذنوب التي ترمينا في النار، نعوذ بالله، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نعوذ بالله من جهنم، نعوذ بالله من الحريق، سامحنا يا رب من أخطائنا، يا رب اهدنا ولا تجعلنا من الملعونين، نرجوك بعظمتك أن لا تجعلنا من الهالكين، لا تجعلنا من الضالين، لا تجعلنا من الكافرين، لا تجعلنا من الملعونين، لا تجعلنا من المنافقين، لا تجعلنا مع القوم الكاذبين، اللهم اجعلنا مؤمنين، والقصد من المسلمين، اجعلنا من الصالحين، الصالحين الصادقين، يا رب العالمين، يا رب سامحني على أي ذنب، ولا تجعلني ذو ذنب
الرحيم. أرجوك يا ربي اجعلني مع الصالحين أو من الصالحين الذين ترضى عليهم ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون. جعلنا في جنات النعيم. وقفة. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. يا الله العفو، يا الله رضا الله.